أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. المسلمين والقرآن بيقول إن المسيح لم يصلب، وبالتالي بيقولوا إن المسيح لم يموت. طيب أهلا بك يا أخي مالك. أهلا بك. يعني في آيات كده، ها، مرة يقول لك مات ومرة يقول لك ما ماتش. صحيح. طبعا الفكرة اللي موجودة السائدة والفكرة الأقدم والأشهر أن المسيح لم يصلب عند المسلمين، وأن عملية الصلب هي تشبيه، أن يوجد شخص من صلب بالنيابة عنه والله قد أخفاه ورفعه إلى السماء. وهذه الفكرة هي السائدة عند المسلمين، ولكن لدى بعض المسلمين سواء في الكتابة أو سواء في وسائل الإعلام رأي يفيد بأن لا، النص القرآني يقول ويشير إلى موضوع موت المسيح. النص اللي موجود أنه في آل عمران إذ قال الله يا عيسى أني متوفيك، المفسرون قدماء قالوا بأن متوفيك بعد أن حللوا الاحتمالات لهذه الكلمة وحاولوا أن يستخرجوا منها معاني رمزية، ولكن بعض المفسرين قالوا لا، أني متوفيك أقروا بأن موضوع هو وفاة حقيقية، وقالوا بأن البعض من المفسرين أن الوفاة قد حدثت 3 ساعات وآخرون قالوا 3 أيام. وأيضا حديثا قدم يعني شيوخ أو شراح رأيا يقول بأن لا، الوفاة حدثت حقيقة وليس فقط بدليل هذه الآية التي ابتدت أني متوفيك، ولكن لا، لدينا نص آخر يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. فعندما يقرأ الإنسان أن الله يتوفى الأنفس حين موتها على ضوء النص السابق متوفيك، فإذا يصل خلاص أن عبارة متوفيك هي الموت الحقيقي. فإذا نصين يتحدثان عن الوفاة، لابد أن نفهم إذا كلمة متوفيك أنها يبقى الوفاة، نعم، الموت. ثم يضيف إليها رأيا ثالثا، يعني أو بمعنى دعما أو حجة أخرى ثانية هي ملفتة أيضا للنظر. في لدينا نص خطب به محمد يقول وما جعلنا لبشر، الحديث موجه إلى محمد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدة. فالكلام يتحدث، النص القرآني هو خطاب في سياق النص إلى محمد يقول أنه لا يوجد أحد من البشر قد عاش بشكل مخلد، يعني بمعنى امتد في الزمن خارج أمر الطبيعي، من قبلك، من قبلك. فإذا كل بشر قبل محمد يبقى لازم مات حصرا حتما في هذه الآية. فإذا تقاطع نصوص قرآنية، صح، الأنبياء مع الزمر مع آل عمران تفيد بأن حتما أن المسيح قد مات. أي هنا ندخل بمعنى يدخل النص القرآني في نفق مظلم. إيه هو؟ في مكان يعني ما متوفيك، متوفيك ثم لديه الدعم في الأنبياء والزمر تفيد بأن الوفاة هي وفاة حقيقية وأن لا يوجد شخص قبل محمد إلا وقد مات. ثم ننتقل إلى نص آخر وما صلبوه ولكن شبه لهم. فهنا هل تنقض حدثت أم لم تحدث الوفاة، حدث أو لم يحدث الصليب، هذا الأمر النص القرآني في معضلة. بس الآية دي حسمت يا أخي مالك إن مدام ما جعلنا لبشر من قبلك يا محمد الخلد، طبعا في بشر ماتوا قبل محمد، بشر كتير، لكن هنا بيقصد بالآية مثلا نبي، صح ولا لأ؟ صحيح، أو أي بشر بغض النظر، يعني من قبلك، لأن في بشر موجودين قبليه. يعني السؤال هنا، المسيح بشر؟ لو هو من وجهة نظر المسلمين إذا مات، نعم، لو أنتوا يا مسلمين مصممين إن ونمسك الآية دي، آية قرآنية ما قلناش لحديث ولا حاجة، لو المسيح ما هوش مصممين إن المسيح ما ماتش، إذا هو مش بشر، لو على رأيكم إذا هو الله. يعني أنتوا اتحطيتوا، القرآن حطكم في حيز بيس. وما جعلنا لبشر من قبلك يا محمد الخلد، المسيح مات، المسيح قام من الأموات، المسيح صعد إلى السماء، المسيح سيأتي عن قريب، سلم حياتك للمسيح قبل فوات الأوان. شكرا أخي مالك، ونراكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.